sommes présents aujourd'hui pour l'inauguration d'un centre d'excellence dans le domaine de l'ingénierie automobile qui vient un peu couronner un succès qu'on a eu avec nos clients dans le domaine de l'ingénierie automobile au Maroc. Donc nous sommes déjà 500 ingénieurs entre le parc Festshore et Rabat Technopolis et nous avons un objectif pour doubler cet effectif-là. Donc il y a eu l'annonce aujourd'hui en présence du directeur général du groupe Alten qui était là pour faire cette annonce-là. Donc nous sommes très contents et très fiers. Maintenant il faut être préparé, il faut que l'ingénieur soit disponible, soit bien formé et nous comptons jouer notre rôle ici. Et je suis très très content et très satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui, de toutes tous les engagements de la part de tous les ministères, que ce soit de l'emploi, de l'industrie ou de l'enseignement supérieur, pour pouvoir nous accompagner dans ce sens. مكونة أو عند القابلية للتكوين باش تستجب الحاجيات ديال هاد الشركات اللي كتطلب كفاءات عالية وهذا في أول اعتراف بلادنا والمؤهلات ديالها والإمكانيات الاستثمارية ديالها ولكن بالموارد البشرية فالموارد البشرية سواء خريجين ديال المدارس العليا ديال المهندسين أو أيضا بعض الكفاءات الأخرى اللي كيمكن دار لها تكوينات مواكبة وكيمكن من خلال عدد من البرامج ديال التكوين إما التكوين بالتناوب إما التكوين عن طريق البطاقة يسمى الفرنسية لا فورماسيون على كارت أو التكوينات المؤهلة هذه كلها إمكانيات كتعطي فرص جديدة للشباب ديالنا للاشتغال في مهن متقدمة بحال المجال ديال الصناعة ديال السيارات بالنسبة للوزارة كتعرفوا بأنه هذا المجال هو واحد في علاقة مع عدد من القطاعات الوزارية اللي هي معنية الوزارة ديال التربية الوطنية والتكوين المهني الوزارة ديال الصناعة والتجارة الوزارة ديال الشغل والإدمان المهني احنا كنشتغلوا جميعا باش نهيئوا الإطار وباش نواكبوا هاد الشركات اللي كتجي وباش نديروا الدعم حتى للشباب في اطار هاد التكوينات اللي كتمكنوا باش يستجب للحاجيات ديال هاد الشركات وبالتالي في اطار ما يسمى بالتكوينات المؤهله في اطار ايضا ما يمكن تسميته باعاده التوجيه يعني ان مثلا كنلقاو عندنا مثلا بعض الشباب ديالنا اللي هما خريجين بعض الشعب العلميه المتقدمه بحال الرياضيات والفيزياء هؤلاء عندهم قابلية كيحتاج فقط غير واحد تكوينات إضافية وتكوينات بالتناوب والوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات يعني كتواكب هذه العمليات وكاين واحد شوية ديال الدعم باش فعلا هاد الشباب كيمكن يتكونوا بالتالي يلقاو فرص ديال الشغل ديالهم ولهذا حرصنا على المشاركة في افتتاح هذا المركز اللي هو بالمناسبة غادي يوصل إلى توظيف حوالي 500 مهندس بهذه المحطة اللي تم افتتاحها اليوم وسبق أن شاركنا في افتتاح المحطة الأولى ديال هذه المجموعة أو ديال هذه الشركة في مدينة فاس والحمد لله الأمور غتمشي من حسن إلى أحسن وكيمكن تكون عندنا أرقام أحسن في المستقبل إن شاء الله.